العمالة. بسم الله الرحمن الرحيم. لبسنا طقم الجلابيات انا ابويا يوم الجمعة وقررنا ان احنا ناكل جنب البيت، فلقينا مطعم اسمه قصر الكبابجي اهو نعم. سمعنا عنه كتير ورغي كتير وهري كتير مع انه جنب البيت وزحمة ودوشة، فاحنا جايين نكتشف. السلام عليكم. هو ويتنج ولا ايه؟ شكل التجربة لن تدوم طويلا لان بيقول لك في ويتنج يا عم الحاج. اخد جلابيتي واروح بيتنا انام تاني عشان تعرف ان انت ماشي مع واحد في اي بي بلا ويتنج. الناس تقعد ويتنج، انما هنا الموضوع عالمي. السلام عليكم. الله يسلمك. شفت عرفني عرفني ده خدت بالك؟ خدنا الورقه دي وقال لك اطلع الدور الثاني فوق. مبدئيا المحل زحمه، مش عارف ده مؤشر كويس ان الاكل حلو كده ولا اشتغاله. هو عمال يجيب في مشاهير وبتاع. هنشوف هيبان الاكل هنا حلو. انا اول مره اجرب، خايفه اتدبس حبيبي. الراجل بضمانه، الراجل ده اهو. ايه رايك حاجه صف اول على البحر عشان تعرف بس ان ابنك سيطره. شعورك ايه وانت احنا ضاربين طقم الجلاليب ده كده؟ والله هجرب النهارده. انت واخد بالك الناس كلها عماله تبص. في حاجه غلط يعني. في حاجه غلط. متخيلين في عارف انت عيله سري عربي داخله داخلين ضاربين جلابيات وبتاع. هي فكره الجلابيات دي كانت فكرتي بصراحه عشان كنت مكسل اغير من بعد الصلاه بس مش اكتر. بس هي ملفته ملفته. اتفرج بس الاسعار. بصوا يا جماعه عامله ازاي. حلو عجبني انه حاطط جميع الاسعار شامله وضريبه القيمه المضافه. بصراحه مش ناس كتير بتعملها في مصر، بس برضه ساب لي تحت 12% خدمه. ما تحط كله في السعر وخلصني. الريش النص كيلو ب 335 يعني كيلو ب 700 جنيه. تفتكري لو رحنا جبنا عجل مش هيبقى اوفر؟ تفتكري لو كنت كلت الفاصوليا بالبيت ما كانش اوفر؟ اهو مثلا لو كلت فاصوليا ماما اللي في البيت ما كنتش اتحوجت. عندنا ايه تاني غير الكفته وال لا انت راجل سري عربي دلوقتي. انا عايز اشوف ايه طلبات. عايز اشوف السفره دي فيها كل الاصناف. نص كفته، نص ريش، ونص نيفه، ملوخيه، رز مع طماطم متبله، توميه، باذنجان. ماما مش مكفيها كيلو ونص لحمه، قالت لك نطلب ايه؟ نطلب اطباق جانبيه ونطلب سلطات ونطلب مقبلات. وعايزه ايه تاني حبيبتي؟ انا عنايه ليك. وكنافه في الاخر. تمام. لحد دلوقتي ما عرفناش ايه السر اللي خلاهم اول ما دخلنا الناس كلها قاعده ويتنج احنا دخلنا على طول. طلعنا فوق خدنا الترابيزه اللي على البحر. يعني ليه السر العروس في الجلاليب؟ في الجلاليب مش ان انت ماشي مع ابنك ومشهور وبتاع. مش ده. شاركونا يا جماعه، هل طقم الجلاليب هو السبب ولا شهرتي وسعت النطاق هي السبب؟ شكرا. ظبطوني. دوت الملوخيه. الملوخيه مش على المستوى المطلوب خالص. مش على المستوى خالص يعني. انت ده الراجل ده كلامه اقل كمان من اللي ماما قالته. هدو انا بقى حته ودن القطه. لا انا معموله معاديه يعني ما حسيتش اللي هو اوه بقى وهميه وكده ولا هي وحشه بصراحه. طيب انا عندي مشكله جدايا لما ادخل مطعم بالشياكه دي والفخامه دي ويقدم لي معالق وشوك بلاستيك. ده ما بيعملوهاش على الطياره. ماشي. وصل الاكل يا جماعه. نص كيلو ده كفته دي، ودي الريش ولا دي النيفه؟ ده الريش. دي النيفه يا جماعه. انا بقول برضو حسيتها مش ريش. ماما اخبار الرز ايه؟ ما قلتلناش. متوسط. الرز متوسط. الملوخية متوسطة. هندخل بقى على اللحوم دلوقتي ونشوف الأداء. جاهز. طلع مقلب. مقلب؟ لا ده لسه ما دوناش اللحمة. السيدة زينب. السيدة زينب اللي هو المحل. السيدة زينب مش 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 السيدة زينب. السيدة زينب الأكل بتاعها غير عادي. ده اعلان صريح يا جماعه لمطعم السيده زينب. نداء الى اصحاب مطعم السيده زينب. الحاج بيحبكم قوي. مين بقى اللي هياكل الاكل ده كله ان شاء الله؟ قعدت انتوا جعانين نطلب اكل كتير ومحدش ياكله في الاخر، وتقعدي كل يا حماده كل يا حماده واكنك بترمي في بلاعه عشان حرام الاكل يترمي. ما انا عارف اللي فيه. نقطه في صالح المحل يا جماعه،
كويس. الميزان كويس، الكميات كبيرة يعني تحسها فعلا أكتر من النص كيلو. أكتر من النص كيلو. أما الزينة مبسوط؟ طب ندوق اللحمة وتقول لي كده، دوقت النيفة؟ دوقت النيفة. إيه رأيك؟ عادية. ازاي انت برضو لسه قافش في السيده زينب احسن؟ السيده زينب. نداء الى اصحاب مطعم السيده زينب يا جماعه، دعايه هنا ببلاش من الحاج. ها هتدوق الريش؟ خش عليا. السيده زينب تتفوق برضو السيده. نداء الى الحاج صاحب السيده زينب، ابوس ايدك تعالى الحق. خلصنا تجربه قصر كبابجي، زي ما شفتوا يا جماعه الموضوع طلع نص نص. وطلعنا بدروس مستفاده، ان احنا يا جماعه اهم درس مستفاد ايه اتعلمناه النهارده؟ ان احنا نروح مطعم السيده زينب. تمام. الحاج صاحب مطعم السيده زينب، برجاء التواصل مع الحاج للاهميه. شكرا. بعد هذه التجربه احنا خلاص بنناشد السيد رئيس مجلس اداره صاحب سلسله مطعم السيده زينب ان هو يتواصل مع الحاج شخصيا ويعمل له تعاقد عنده في المطعم. شكرا.